النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع أمنية. بنك صفوة الإسلامي. LG. المناصير للزيوت والمحروقات. العملاق، مش كل من نظف عملاق. حلويات الحاج محمود حبيبة وأولاده. المركزية، وكلاء تويوتا ولكزس. سبوي. شيفت، حوالات مالية فورية. مجمع الملك الحسين للأعمال. متابعينا الكرام في الأردن، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. إليكم نشرة الأحوال الجوية. استمر الطقس اليوم حارا في أغلب مناطق المملكة، درجات الحرارة كانت تتجاوز بقليل 30 درجة مئوية، وكانت مغايرة لما كان عليه الحال في أيام العيد كما ذكرنا، بسبب تأثر المملكة يومي الثلاثاء والأربعاء بكتلة هوائية حارة بوجه عام. خرائط توقعات الكتل الهوائية خلال الأيام القادمة تحمل تغييرا جذريا من جديد وتباينا كبيرا على الأحوال الجوية. تشير هذه لأن اليوم كانت المملكة تحت تأثير هذه الكتلة الهوائية الحارة المشار إليها بالألوان الأحمر الداكن، بينما تتواجد في المنطقة الشرقية للبحر المتوسط بالقرب من اليونان كتلة هوائية باردة نسبيا ذات درجات حرارة أبرد بما هو معتاد عليه مثل هذا الوقت من العام. هذه الكتلة متوقع أن تتحرك باتجاه المملكة العربية يوم غدا الخميس، تقترب من السواحل الشرقية للبحر الأبيض المتوسط، محدثة انخفاضا ملموسا على درجات الحرارة نهار يوم غدا الخميس في أغلب مناطق المملكة. كما تلاحظون المملكة كانت على أعتاب هذه الكتلة الهوائية الحارة، بينما غدا تنسحب هذه الكتلة مبتعدا عن المملكة مع بقاء بعض الشيء بقاياها في المملكة. أما يوم الجمعة فيتوقع أن تسيطر على المنطقة وبلاد الشام هذه الكتلة الهوائية الباردة نسبيا وذات درجات الحارة التي هي أقل من المعدلات، وكما تلاحظون فهذه الألوان الصفراء تشير إلى هذه الكتلة الهوائية الباردة نسبيا. بالمناسبة تكون درجات الحرارة المرافقة لهذه الكتلة أقل مما هو معتاد عليه مثل هذا الوقت من العام، تقريبا ما بين 10 إلى 12 درجة مئوية دون المعدل. يوم السبت كما تلاحظون يتوقع أن تعاود هذه الكتلة الباردة نسبيا بالتراجع قليلا نحو الشمال الشرقي، الشمال الغربي عفوا، ويتدفق هواء ساخن من جديد نحو المملكة، ولكن بالرغم من ذلك تبقى درجات الحرارة في المنطقة وفي المملكة يوم السبت دون معدلاتها بشكل لافت. بالنسبة للأحوال الجوية متوقع هذه الليلة عودة الأجواء هذه الليلة في العاصمة عمان تكون أجواء صافية، درجة حرارة 16 درجة مئوية، هناك ارتفاع على نسبة الرطوبة مما كان عليه خلال الليالي الماضية. الطقس هذه الليلة لن يكون باردا في ساعات الليل الأولى، ولكن ربما يميل للبرودة مع الساعات المتأخرة من هذه الليلة. بالنسبة للأحوال الجوية متوقع نهار يوم غدا نستعرضها من المناطق الشمالية، يتوقع أن يطرأ طبعا غدا انخفاض كما ذكرنا ملموس على درجات الحرارة، تكون كالتالي: إربد 24 إلى 15، في جرش 24 إلى 15، وفي عجلون من 21 إلى 13، وفي المفرق من 26 إلى 15، مع ظهور بعض السحب والغيوم على ارتفاعات مختلفة. المناطق الوسطى من المملكة العاصمة عمان من 23 إلى 14، اليوم كانت تقريبا قريبة 30 درجة مئوية، فهناك انخفاض كبير على درجات الحرارة. البحر الميت 31 إلى 21، مأدبة من 24 إلى 14، السلط من 25 إلى 16، وفي الزرقاء من 26 إلى 15 درجة مئوية. المناطق الجنوبية من المملكة: الكرك 21 إلى 12 درجة مئوية، في الطفيل 22 إلى 10، في الشرع من 20 إلى 11، وفي معان 28 إلى 14، وفي خليج العقبة ترتفع درجة الحرارة العظمى إلى 31، والصغرى 19 درجة مئوية. المناطق الشرقية من المملكة: في أرويشد من 33 إلى 15، في الصفاوي من 31 إلى 14، وفي الأزرق من 30 إلى 15 درجة مئوية. بالنسبة للأحوال الجوية متوقع خلال عطلة نهاية الأسبوع، إذن 23 إلى 14 الخميس، 21 درجة مئوية يوم الجمعة، هناك انخفاض ملموس آخر على درجات الحرارة، والأجواء ستكون بوجه عام باردة نسبيا خاصة خلال ساعات الليل، ستنخفض في درجة الحرارة الصغرى إلى 10 درجات مئوية. ويوم السبت 22-13 مع بقاء الأجواء باردة نسبيا وهي أقل بكثير مما هو معتاد عليه لبدايات ونهايات شهر أيار وبدايات شهر حزيران، درجات حرارة في أوائل العشرينيات بينما المعدل المعتاد هو أوائل الثلاثينيات. هذا كان كل ما لدينا بشأن الأحوال الجوية في المملكة. دمتم في رعاية الله، إلى اللقاء.